متواجد الآن في بنغازي عبر الأقمار الصناعية. أهلا وسهلا بك صلاح في نشرة الأخبار، وربما نحتاج على المزيد من التفاصيل حول سرية الاستطلاع الموجودة في رأس الهلال والأوضاع الأمنية هناك لا سيما في درنا. تفضل. مرحبا بك أخي مصباح وبكافة مشاهدين قناة ليبيا الحدث. أهلا بك. طبعا بناء على تعليمات آمر مجموعة عمليات عمر المختار العميد يوسف المنصوري، تم العديد من العملية التمشيط لمحور الساحل بالكامل في الجبال والأودية المحيطة بمنطقة رأس الهلال. نعم. تم تمشيط هذه المنطقة بالكامل بعد ورود معلومات في الأيام الماضية بتواجد بعض الفارين من هذه الجماعات الإرهابية التي كانت تتحصن في المدة الماضية داخل منطقة رأس الهلال. خرجت سرية البحرية المقاتلة سوسة اللي قامت بعملية تمشيط لتلك المنطقة الممتدة من منطقة كرسة إلى حدود منطقة سوسة. أيضا أخي مصباح، هذه الكتيبة تقوم أيضا بعمليات استطلاع بشكل يومي داخل أعماق البحر لترصد أي جرافات أو أي سفن تدخل للمياه الإقليمية الليبية المحظورة. نعم. تقوم أيضا هذه السرية بعملية تمشيط بشكل يومي داخل المياه الإقليمية الليبية. نعم. أيضا الجانب الأمني داخل مدينة درنة تشهد هذه الأيام عمليات خط من هذه الجماعات لبعض الشباب السلفيين وأيضا النشطاء الذين يطالبون بعملية كرامة وانتفاضة داخل مدينة درنة ضد هذه الجماعات الإرهابية. نعم. هذه الجماعات التي لا زالت تتحصن داخل مدينة درنة. محاورنا ولله الحمد كل أبطال جيشنا الوطني متمركزون على تخوم مدينة درنة. هم على استعداد كامل وتام للدخول لهذه المدينة وفي انتظار الأوامر للدخول لمدينة درنة لتحريرها من كافة هذه الجماعات الإرهابية التي لا زالت تتحصن داخل مدينة درنة. طيب. هذا كل ما لدي أخي مصباح. نعم. لهذه اللحظة. طيب، طول الفترة الماضية ربما أشارت غرفة العمليات هناك أن المناطق المحيطة بدرنة هي منطقة عمليات عسكرية، هل لازالت حتى هذه اللحظة منطقة عمليات عسكرية أم ربما انقضى الأمر وانتهت العمليات العسكرية هناك بجوار منطقة درنة؟ نريد أن نفهم تفاصيل وعن عودة السكان أيضا لتلك المناطق صلاح. طبعا أخي مصباح، لازالت منطقة الفتايح منطقة عسكرية. نعم. بتعليمات من آمر مجموعة عمليات عمر المختار هذه المنطقة لازالت منطقة عسكرية تفتح الطريق في أوقات معينة للحالات المرض أو الطلبة الذين يتنقلون من المناطق المحيطة بدرنة إلى داخل درنة. بناء على تعليمات آمر المجموعة تفتح الطريق في أوقات معينة لدخول لمدينة درنة للطلبة أو للمرضى اللي يخرجوا من مدينة درنة. طيب. المناطق المحيطة بدرنة، المحاور، محور عين مارة، محور مرتوبة، محور الفتايح، محور الحيلة، محور الساحل، محور الدار الحمر، كل هذه المحاور لازالت محاور عسكرية في خط دفاع إلى هذه اللحظة تنتظر في الأوامر للدخول لهذه المدينة، كما أسلفت سابقا أخي مسماح، للدخول. نعم. لهذه المدينة وتحريرها. الجميع على هبة الاستعداد رغم انخفاض درجات الحرارة ورغم صعوبة الطقس، إلا جنودنا وقواتنا المساندة للجيش العربي الليبي لازالت مستمرة في الدفاع عن الوطن. نعم. والدخول لتحرير درنة في أي وقت. نعم. طيب صلاح، بالنسبة للمواطنين ربما الذين لديهم مصالح خارج درنة ولا سيما في مناطق الجبل الأخضر، هل يجدون صعوبة في التنقل ربما في ساعات أخرى لم تحددها غرفة العمليات؟ هل هنالك سلاسة في التحرك ناحية الجبل الأخضر أم أن الموضوع مقنن ومجدول في زمن معين؟ طبعا الطريق الوحيد للتنقل خارج أو داخل مدينة درنة هو الطريق الساحلي الممتد من منطقة كرسة إلى سوسة. نعم. هذه الطريق تفتح من الساعة 8 صباحا وإلى الساعة 8 مساء بناء على تعليمات آمر المجموعة العميد يوسف المنصور. نعم. طيب، نريد أن نفهم الوضع المعيشي في سكان درنة بالداخل وكيف تقضي درنة نهارها؟ طبعا داخل مدينة درنة في اليومين الماضيين أمر مجموعة عمليات عمر المختار بدخول أربع عربات شاحنات تحمل الوقود إلى وأيضا مادة الغاز إلى أسطوانات. نعم. الغاز إلى مدينة درنة بناء على تعليمات أمر المجموعة. السيولة أيضا تصل لمدينة درنة من مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، لكن الأوضاع الأمنية داخل مدينة درنة الأوضاع الأمنية غير جيدة. لازالت هذه الجماعات تمارس عمليات الخطف والتعذيب لشباب مدينة درنة الذين يطالبون بدخول الجيش وأيضا تحرير هذه المدينة. طيب، حتى دخول الجيش الآن من يؤمن درنة؟ القوى المتواجدة في الداخل صراحة. طبعا من يؤمن درنة للأسف الشديد هو ما يسمونه بأنفسهم مجلس الشورى درنة. طبعا.
طيب شكرا جزيلا لك صلاح بوجدار مراسل قناة ليبيا الحدث في بنغازي.